بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات بالطيب والطيبون للطيبات لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا
بما
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم
وأنكروا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين